باشمهندس، وانا بتكلم مع حضرتك كده، هل عندك مثل اعلى في الاداره؟ يعني المهندس فرج عامر لما بقى عندي اتفضل دكتور حسن مصطفى. دكتور حسن مصطفى طبعا ده راجل اسطوره برضه. دكتور حسن مصطفى طبعا راجل مصري وصل ان يكون تاني اهم قياده رياضيه في العالم كله. وبعدين هو دلوقتي سادس دوره له في الاتحاد ده بالتزكيه كمان بالتزكيه في كره اليد. وبعدين هو راجل يعني نموذج في الاداره. وبعدين الدوله تكرمه وتعمل صاله بمليار و200 مليون باسمه هنا في اكتوبر في عهد الرئيس السيسي، اللي كل حاجه بالحساب وبالمظبوط واللي بالدقه الكامله. ايوه كل حاجه في مكانها بالظبط. ده يعتبر تكريم كبير، حاجه خياليه. فطبعا الدكتور حسن مصطفى ده قدوه. وبرده الكابتن حسن حمدي، انا طول عمري احب قوي قوي الكابتن حسن حمدي، ودايما اقول عليه ان هو الراجل ده يعني احسن رئيس نادي جه في السنين السابقه. لازم اقول الحقيقه دي لان هو راجل بيعمل في صمت. ادار الاهلي اداره حكيمه جدا، وادار الاهرام اداره كبيره قوي قوي، ما حصلش تداخل ولا تعارض معاهم. وعمل بقى صناعه الاعلان، وعملها واجادها في الاهرام، واجاد في الاهلي صناعه التسويق الرياضي. مظبوط. وعمل بقى طفرات كبيره جدا في التسويق الرياضي، ما حدش يقدر يقول. وفي نفس الوقت لما تقعد معاه ما يبانش عليه اي حاجه خالص. كابتن حسن يعني جالنا هنا، ما يبانش، قعدنا معاه هنا طبعًا. جالنا هنا طبعًا. في المجري طبعا، فطلعت بقول له يا كابتن حضرتك لازم يعني القناه دي بتاعتك وتطلع. قال لي ما انتوا اللي عاملينها، الولاد اللي عاملينها طبعًا. يعني انت فاهم، راجل الحقيقه محترم طبعًا. جدا، ويستحق كل التحيه وكل الثناء الكابتن طبعًا. حسن حمدي.